عندما صعد لدوري أندية الممتاز ذيك الأيام وضع بصمة مختلفة لتواجد الأندية ذات الإمكانات المتوسطة في دوري الأقوياء، وأحدث تغيير في مفهوم الأندية الصاعدة. هذا كان نادي الطائي من حائل. احنا كان عندنا تقرير عن نادي الطائي، لكن لضيق الوقت على طول معي من حائل اللاعب السابق في نادي الطائي وليد الصقري. حياك الله يا وليد. اهلا وسهلا، حياك الله، يعطيك العافيه. الله يعافيك. لا زلت شباب يا وليد؟ الحمد لله. وش تقول نادي الطائي الان بعد ما سويته شغل كان مميز الفتره الماضيه؟ الان نادي الطائي خلاص يعني شبه انه ما عاد الناس تشوفه، وش اللي صاير في النادي الان؟ والله هو تغير الاجيال الصراحه. هو اللي اثر على الطائي، وبعدين حاجه اساسيه هي الفئات السنيه. ايه، القاعده هي اهم شيء. وش كان وضع النادي من اول؟ يعني كيف طلع عيال الصقري وعيال الدعية ويعني مجموعه لاعبين كانوا مميزين؟ والله هو اللي يقول احنا القاعده، كانت الاهتمام بالقاعده كان كبير مره. وبعدها وش صار؟ وهذا اللي الحين انا حتى اشتغلت انا بالطائي يعني فتره بعد ما اعتزلت لمده شهر كذا، يعني في ما في استجابه مع للبراء الفات السنيه، ما في ادوات، ما يعني في شيء، في اهمال شوي يعني ما ايه. الاهتمام ما هو. وش يقولوا لكم دائما هالحائل اذا التقيتوا فيهم في المناسبات ولا في البيوت ولا في الجلسات؟ وش دائما يقولوا لكم كلاعبين قديمين في نادي الطائي؟ الله إذا شافونا الله بيض وجيهكم، ما قصرتوا، أنتم اللي رفعتوا اسم حائل، أنتم اللي يعني كم زي كذا. كم كان واحد من عيال الصقري بالنادي؟ ستة حنا. ستة، وعيال الدعيع؟ عيال الدعيع أربعة. يعني تشكيلة؟ يعني تشكيلة بدون احتياط. لا يعني جد كان الطائي كان عيال الدعيع وعيال الصقري. إيه أربعة ويعني عشرة. إيه يعني كان العدد كبير ذيك الأيام. إيه والله كان فعلا. عبد الله طلع من النادي، عبد الله دعيع ومحمد دعيع، بعدين صالح الصقري راح الاتحاد. صالح راح الاتحاد. إيه يعني كان النادي هذا مفرخة نجوم. إيه صح، وهذه مشكلة النادي هي النجوم اللي تمشي. إيه يعني ما يعني تمسكوا بالنجوم، يعني حتى يوم وقت عبد الله وقت إيه؟ محمد وقت عبد الله يوم يروح لهذا كان حتى انا جاني عرض. وين جاك عرض؟ جاني عرض من الاتحاد. والله ما رحت صرت زي صالح، امورك صارت طيبه و... انا عاد انا اللي بشيت صالح. يعني يوم ما ضبطت معك رحت وديت صالح. اي جاني احتراف عاد وصار في فرصة تروح أكثر يعني. طيب هل نادي الطائي مقبل الفترة الجاية أنه ممكن يتغير وضعه، ممكن تضبط الأمور ويعود النادي زي ما كان؟ والله أنا ترى أنا بعيد عن النادي والله. إيه بس يعني أسمع أنا أخبار، يعني ناس تقول كذا وناس تقول كذا، ولا أنا والله بعيد أنا. طيب الآن ما تشوف النادي، ما تشوف اللاعبين، ما تشوف الدوري أحيانا؟ أنا ترى لا، دوري أتابع بس. إيه؟ ما هو ذاك، انا شغال اكاديميه. اي بس اللاعبين ما تشوف مستواهم كيف صاير الان؟ يا والله لا، لعبة الطايب تقصد يعني؟ ايه والله ما مستواهم ما هو طيب، لكن دايم درجه الاولى ترى مستوياتها تصير، يعني ما تقول هذا فريق قوي وهذا فريق ضعيف وهذا فريق، كلها من يعني نقطه نقطه الفرق دايم. كلها كل تشوف هذا اخر واحد يفوز على الاول. صحيح يعني فيه. أنا شاكر لك أخوي وليد الصقري، من عيال الصقري اللي كانوا ستة بنادي الطائي، لكن إن شاء الله أنهم يرجع هذا الجيل إن شاء الله من ثاني نادي الطائي. شاكر لك ومقدر. الله يسلمك. وشاكر أيضا لعيال الدعية اللي مثلوا نادي الطائي أيضا، وفي أجيال كبيرة مثلت نادي الطائي. إحنا عشان هالحايل جبنا هالفقرة، وهالحايل يستحقون أكثر، وعشان كذا التقرير نبي نعرضه إن شاء الله اللي عن نادي الطائي، نبي نعرضه على حساب البرنامج في تويتر بإذن الله. وشاكر لكم مقدر أخويا وليد، يعطيك العافية.